بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة، واللفظ لمسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل هذا هو سلمة بن صخر البياضي، من بياضة، جماعة من الأنصار، أحد بطون الأنصار. فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على زوجتي على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فالرجل جاء تائبا، جاء معترف بالذنب، هل يصح أن يلام يوبخ؟ لا، وجاء تائبا، ما عثر عليه يأكل، وسيق إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى ما يستحق. لا، هذا جاء نادم، ذهب إلى جماعته فقال: من منكم يذهب معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلكت وأهلكت، في رواية هلك في نفسه وأهلك زوجته، هل تذهبون معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. ولم لا يذهبون؟ لأنهم يستحون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل أنه جامع في نهار رمضان، لكنه ندم على فعله فتاب وأناب إلى الله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري بماذا يعاقبه، هل يعاقبه بالقتل أو بالضرب أو بماذا، أو بالبيع أو كذا أو كذا، ما يدري ما يكون ذنبه. إنما جاء تائبا معلنا ذنبه، صادقا في توبته إلى الله ورسوله. فمن جاءنا تائبا يقول: فعلت وفعلت مثلا، وهو مستحي وخائف، فلا نلومه ولا نوبخه، ما يسحق التوبيخ وقد جاء تائبا. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وفي رمضان. جامع زوجته وفي رمضان، في شهر رمضان، في نهار رمضان، والجماع محرم في الجماع الصائم، يفطر الصائم، ولكن الرجل بدأ فيما يظهر والله أعلم بالمداعبة والملامسة وكذا، حتى انساق إلى الجماع فجامع وما صبر، ما استطاع أن يصبر، فجامع زوجته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الكفارة عليك، وأنت ما الذي أهلكك؟ ما هو الذي أهلكك؟ قال: كذا وكذا، هذا الذي حصل مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا يا رسول الله، ما أجد إلا هذه، وضربها
جهة رقبته، قال والله ما أجد إلا هذا. قال تصوم ستين يوما شهرين متتابعين؟ قال كيف أصوم أنا بسبب ماذا وقعت فيه على امرأتي؟ ما صبرت إلى الليل، وكيف أصبر ستين يوما ما أجد زوجتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم، تجد أطعام ستين مسكين؟ قال والله ما أجد، نبيتي إن البارح جوعانين أنا وأهلي ما عندنا شيء. فجلس، ما سامحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما عليك شيء؟ لا عليه، لكنه ينتظر الفرج. قال عليه. فلما جاء الفرج من الله جل وعلا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكتل فيه تمر يطعم ستين مسكين. فقال أين السائل؟ وين هو؟ دخل بالجماعة ما يميز عليه الصلاة والسلام. قال ها أنا ذا. قال خذ هذا وأطعمه ستين مسكينا، أطعمه المستحقين للفقراء من الفقراء. قال على أهل بيت أفقر مني يا رسول الله، ما بين لابتيها، لابتيها حرتيها المدينة، ما بين لبيتيها أهل بيت أفقر مني أنا وأهل بيتي، ما في أحد. فيجوز الحلف بغلبة الظن، لأن يغلب على ظنه أنه ما عنده شيء، يدري ما عنده شيء، وأن الذي ما عنده شيء ما في أفقر منه، وأن جميع أهل المدينة أغنى منه بالله، أكثر منه متاعا وطعاما. فقال أعطيها أفقر مني؟ ما في أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه التي تلي الأسنان، الأسنان أربعة والأنياب بعدهن، الأنياب آخر الأسنان من جهة الأضراس اللي دون الأضراس. ضحك عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ تعجب من حال الرجل. لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نقتلك أو نقطع رقبتك أو نأخذ يدك أو نقص رجلك أو نحو من ذلك لأذعن، جاي مذعن هو. فطمع حتى أن يأكل صدقته هو، الصدقة التي يبذلها تكون له من الطمع، من شدة طمع ابن آدم يخاف، لكن إذا أمن أمن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال له صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأطعمه أهلك، أطعمه أهلك. خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل سقطت الكفارة؟ قال بهذا بعضهم، آخرون قالوا ما سقطت الكفارة، وإنما هذه جاء بها كفارة عن هذا الرجل، كيف يأكلها وهي كفارة عنه؟ قالوا إذا أخرجها غيره فله أن يأكل منها. فمثلا إذا أخرج الجار صدقة كفارة عن جاره، فلجاره أن يأكل منها لأنه لم يخرجها وإنما أخرجت عنه. بعض العلماء رحمه الله قال بذلك، وهذا خلاف. وهل كان هذا جماعه جهلا أو نسيانا أو تعمدا؟ الظاهر والله أعلم التعمد، لأنه يقول أهلكت هلكت وأهلكت. لو كان ما يدري قال ماذا حصل، ما يحكم على نفسه بالهلاك إلا لو دري أنه محرم عليه. لما علم أنه محرم عليه قال أهلكت وأهلكت. فالظاهر والله أعلم أن هذا متعمد، والمتعمد يستوي فيه الجاهل وغيره في الأحكام الشرعية. فقالوا يلزمه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. وأنه ينبغي للإنسان إذا أخطأ أن يذهب إلى أعلم الناس ليعلمه ما الذي يجب عليه، ولا يذهب إلى جاهل مثله، ولا يذهب إلى زملاء أو جيرانه ويقول ماذا علي، يسأل العالم الفقيه المتخصص في هذا الشأن. ما يجوز له أن يسأل من لا يعلم.
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني هلكت وأهلكت، ماذا علي؟ قال: عليك كذا وكذا. مفردات الحديث: رجل هو سلمة بن صخر البياضي، هلك سلمة بن صخر البياضي، البياضي نسبة إلى بني بياضة، بني بياضة فخذ من الأنصار، جماعة من الأنصار. هلكت الهلاك العذاب ومراده، فعلت ما هو سبب هلاكي. هلكت استحققت الهلاك، والهلاك قد يكون في النار وقد يكون في غيرها، فهو يقول: وقعت في ذنب أستحق به الهلاك بسبب هذا الذنب. نعم. وقعت على امرأتي، أي جامعها مختارا عالما في إحدى الروايات، وطئت امرأتي وأنا صائم. تعتق رقبة العتق الخلوص، وهو تخليص الرقبة من الرق، والرقبة عبد أو أمة، وخصت الرقبة من جميع البدن لأن الرق كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا عتق صار كأن رقبته أطلقت من ذلك الغل. تعتق رقبة المراد بها النفس الكاملة، وقد عبر بالبعض عن الكل وهو الجزء، وهو الجائز إذا كان فقد البعض في فقد الكل، ولذا يعبر عن الصلاة بالركوع والسجود والقرآن، لأن هذه الأشياء أركان فيها، إذا فقدت فقدت الصلاة. يجوز أن يعبر عن الكل بأكثر أجزائه اهتماما، يعني بالأركان، مثل ما يقول، مثل ما جاء في قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن جزء من الصلاة، وعبر به عن الصلاة جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا يقول: هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم. الهلاك هو الموت، والعتق عتق الرقبة، عتق الرقبة يعني أنك تعتق واحدة من رقبة مسيرة مملوكة تباع وتشترى، فتعتقها لتصبح حرة تملك نفسها. وعبر عن الرقبة لأنها أعظم جزء في الإنسان، وخاصة أنه إذا قطعت هذه الرقبة مات الإنسان، بخلاف الرجل واليد فإنه تقطع ولا يموت. نعم. مسكينة من السكون، وهو الذي أسكنته الحاجة والفقر، وهو من لا يجد كفاية عامه من النفقة. الوقير والمسكين إذا ذكر معا فلكل واحد معنى، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. إذا قيل لك: خذ هذا أطعم مسكين، فأعطيته للفقير فلا بأس، خذ هذا أطعم وقير فأعطيته مسكين فلا بأس، وإذا قيل: هذا قسم منه للفقراء وقسم للمساكين، فيجب عليك أن تقسمه بينهم، والفقراء أكثر حاجة من المساكين، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير ومن لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين ومن يجد شيئا لكنه لا يجد الكفاية كاملة. فمثلا رجل نفقته في السنة 10,000 ريال، 10,000 ريال نفقته في السنة، عنده 5,000 ريال، كم يصير على نصف النفقة؟ نصف النفقة هذا يعتبر مسكين. إذا كان عنده 4,000 ريال ونفقته في السنة 10، كم ماذا يكون هذا الرجل؟ فقير. إنما الفقراء، وقيل العكس، فقيل إن المسكين هو من يجد أقل من نصف الكفاية، والفقير من يجد أكثر من نصف الكفاية، والأول هو المشهور، لأن الله جل وعلا بدأ بالفقراء لأنهم أحوج، الحاجة عند الفقير أكثر منه عند المسكين. وقال تعالى في حق المساكين: أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فمعلوم أن من يملك سفينة عنده شيء، لكنه قد لا يجد الكفاية كاملة. نعم. عرق بفتحتي،
عرق بفتحتين، العين مفتوحة والراء مفتوح عرق عرق. والعرق ليس الذي يصدر من الإنسان، وإنما يطلق على الإناء، على الزنبيل أو الماعون الذي يأخذ شيئا من الطعام. عرق بفتحتين للعاء والراء بعدهما قاف، وهو الزنبيل، فيه 20 صاعا أو 15 صاعا. 20 صاعا إذا كان إطعام المساكين نصف الصاع، وإذا كان أقل من النصف ف15 مسكين، 15 صاع تكفي. يعني هذا العرق في قدر الكفارة، والله أعلم. لابتيها تثنية لابة، وهي الحرة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، جمعه لابات. والمدينة المنورة بين لابتي شرقية وغربية، فالحرة الشرقية تسمى حرة الوبرة، والحرة الغربية حرة واقم. والله ما بين حرتيها، ما بين لابتيها واللابتين الحرتين، يعني أن المدينة كلها ما فيها أفقر مني أنا وأهل بيتي، ما فيها أفقر منا، يعني ما في المدينة أحد فقير إلا أنا أفقر الناس وكلهم أغنى مني. والله ما بين لابتيها، يعني ما يسكن المدينة، ما بين جبليها، ما بين حرتيها، ما بين جبلي طي وسلمى، أجا وسلمى جبل طي، يعني أن البلد تحاط بحرتين في المدينة، والحرتان معروفتان، حرة أرض سوداء يعلقها عليها حجارة سود، هذه الحرة كأنها محترقة. فالمدينة بين حرتين، حرة شرقية اللي خلف البقيع، وحرة غربية اللي من جهة الغرب من جهة محطة القطار السابق، هذه الحرتين. وتسمى حرة الشرقية تسمى حرة الوبرة، والحرة الغربية تسمى حرة واقم، وهي معروفة عند أهل المدينة بهذا الاسم. نعم. بدت أنيابه جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات، وهي 4. وبدو أنيابه صلى الله عليه وسلم من حال الرجل في كونه جاء خائفا من الهلاك، يعني ظهرت من شدة ضحكه عليه الصلاة والسلام، تعجب من هذا الرجل، جاء حاقف ثم بدأ يبيع المال، يبيع الطعام. فبدت أنيابه، الأنياب هي التي تلي الرباعيات، والرباعيات 4 أسنان، ويليها النابان من كل جهة الناب 4 أنياب، الأرناب 4 جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات، وهي 4. وبدو أنيابه صلى الله عليه وسلم من حال الرجل في كونه جاء خائفا من الهلاك، فلما وجد الرخصة طمع أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. اطمأن لهذا الرجل لما وجد الرخصة والأمر في سعة ولا في عليه خطر، ضحك واستأنس وطعم في التمر هذا أن يطعمه أهله ولا يتصدق به على غيرهم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الرجل الذي وطئ في نهار رمضان هو سلمة بن صخر البياضي من بني بياضة، أحد بطون السائل. إذا وجد المفتي مطمئنا إليه واطمئنا إليه ورغب فيه، وجد عنده السعة والرحمة والرفق، وهكذا ينبغي للمفتي أن يكون رفيقا رحيما بالمستفتي. إذا أتاه المستفتي لا يوبخه ولا يتكلم عليه ويقول له: أنت مخطئ وأنت كذا وأنت كذا، أنا ما جيتك إلا أنا تائب ومذعن وعارف أني مخطئ، لو أنا ما مخطئ ما جيتك. فهو ينبغي أن يرفق به. والرجل الذي بال في المسجد، قام الصحابة رضي الله عنهم ليقتلوه يضربوه، كيف تبولوا المسجد؟ قال: دعوه دعوه. لما انقضى من بوله جاء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أخ العرب، هذه المساجد بيوت الله، ما يصلح فيها البول ولا تبول فيها وكذا وكذا، وقنعه قال: خلاص، وتوب إلى الله. لكن يما
أراد أن يذهب قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تشرك معنا في رحمتك أحد. يعني المغفرة له الحال هو محمد عليه الصلاة والسلام, محمد لأنه وسع له, والصحابة أرادوا أن يضربوه يبول بالمسجد. وهكذا ينبغي للمستفتي أن يكون رفيقا بالمستفتي, يرفق به ليعلمه بالحكم ويأخذه بتمعن وانتباه ما يؤخذ من الحديث. ما يؤخذ من الحديث: أولا, الرجل الذي وطئ في نهار رمضان هو سلمة بن صخر البياضي من بني بياضة أحد بطون الأنصار الخزرجي. ثانيا, أن الوطأ للصائم في رمضان من الفواحش الكبار المهلكات, فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن فعله هذا مهلك. ثالثا, أن الوطأ عمدا يوجب الكفارة المغلظة, وهي على الترتيب عتق رقبة مؤمنة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الكفارة المغلظة يعني القوية أشد الكفارات, وهي عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يجد فإن لم يستطع فصيام فإطعام 60 مسكينا. رابعا, أن العبرة إن العبرة بالشهور لا بعدد الأيام, فإذا ابتدأ الصوم في 15 من ربيع الأول فإنه ينتهي بنهاية 15 من جماد الأول. يعني سواء كان الشهر 30 يوما أو 29 يوما, على شهرين متتابعين, سواء كفارة قتل أو كفارة وطأ في نهار رمضان. خامسا, إن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها. سادسا, عدم تعنيف التائب على ما وقع منه من معصية. سابعا, عظم خطر الجماع في الصيام الواجب وهو في نهار رمضان أشد خطرا لقوله هلك ولوجوب الكفارة. ثامنا, الجماع في نهار رمضان هو الموجب للكفارة لحرمة الزمن, أما قضاء رمضان فحرام ولكنه لا يوجب الكفارة. إذا صام قضاء رمضان وجامع زوجته فإنه يحرم عليها أن يجامع ويفطر, لأن من دخل في واجب ولزمه إتمامه, وقضاء رمضان واجب فإذا دخل فيه فيلزم إتمامه, لكنه ليس فيه كفارة لو جامع في نهار الكفارة في نهار غير رمضان وهو صائم كفارة, فيجب يجوز له أن حرمة الزمن في رمضان له حرمة. إذا جامع في نهار رمضان لزم عليه القضاء ولزمه الكفارة ولزمه التوبة والصدق مع الله جل وعلا, لكن غير رمضان لو صام قضاء رمضان في شوال فجامع في نهار يوم من أيام الصيام فإنه لا يلزمه كفارة, لأن الكفارة ليست لقضاء رمضان وإنما الكفارة لحرمة الوقت, الوقت محرم على الإنسان أن يجامع زوجته فيه. فالرجل الذي مثلا جامع في شوال قضاء رمضان ما ليس عليه إلا العتق, إلا إيش عليه فقط القضاء فقط والتوبة والاستغفار ولا يلزمه عتق, لكن إذا كان قضاء إذا كان أيام رمضان فيلزمه مع القضاء العتق الكفارة, لأنها تكفر الخطأ, لأنه انتهك حرمة شهر رمضان. شهر رمضان يحرم على المسلم أن ينتهكه, لأنه لا يجوز له أن يجامع فيه, فإذا جامع فعليه الكفارة. أما إذا جامع في قضاء رمضان فليس عليه الكفارة وإنما عليه القضاء. نعم. قال: في الروض وحاشيته ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة, وهو مذهب الأئمة الأربعة. تاسعا, إن الكفارة لا تسقط عن من وجبت بالإعسار والعجز عنها,
فليس الحديث ما يدل على سقوطها والأصل بقاؤها في ذمته. قال بعض العلماء: الكفارة إذا عجز الإنسان عنها فإنها تسقط عنه، والصحيح أنها لا تسقط وإنها تبقى في ذمته متى ما قدر عليها أداها، فإن مات ولم يقدر عليها فإن قدر على ذلك خلفه أدوها، وإن لم يقدروا على ذلك فلا يلزمهم شيء. عاشرا: جواز التكفير من الغير ولو من أجنبي بشرط علم المكفر عنه، لأنها عبادة تحتاج إلى نية. يعني لو واحد من الجيران علم أن على فلان كفارة فأعتق عنه أو تصدق عن كفارته بدون أن يعلمه، هل تصح؟ لا، لا يصح إلا بعلمه، إذا أعلمه أجزأت عنه، وإذا لم يعلمه فلا تجزأ عنه. ولا يجوز أن يكفر واحد عن آخر، فمثلا إذا علمت أنت أن على أبيك دين وقضيته عنه ولم تخبر أباك بالدين الذي سددته عنه، هل يجزئه؟ لا. دين لآدمي، هل يجزئه؟ نعم يجزئه. حق لله جل وعلا، هل يجزئه؟ لا. واحد عليه صيام أو عليه كفارة فصمت عنه أو كفرت عن أبيك مثلا كفارة من حق الله جل وعلا فلا تجزئ. إذا كان على أمك دين لامرأة أخرى فجئت إلى المرأة الأخرى وقلت: لك عند أمي كذا وكذا، لك عند أمي كذا وكذا، هذه الدراهم اللي لك عند أمي خذيها مني، فأخذتها، هل تبرأ ذمة الأم؟ نعم تبرأ، لأن الدين هذا حق لآدمي، وحق الآدم يحتاج إلى نية، حق الله جل وعلا يحتاج إلى نية تقرب إلى الله جل وعلا. نعم. حادي عشر: إن للمكفر عنه الأكل منها هو وأهله ما دامت مخرجة من غيره، أما لو أخرجها هو فإنها لا تجزي عنه إذا أنفقها على نفسه وأهله. فرق بين المرء إذا أخرج كفارة من نفسه فإنه لا يجوز له أن يأكلها، أما إذا أخرجها غيره فيجوز له أن يأكل منها لأنها ليست من ماله. ثانية عشر: إن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعذر. إنما أتى معصية، الجماع في نهار رمضان معصية، لكنه جاء تائبا فلا يعذر ولا يوبخ، بخلاف ما إذا كان لم يجئ، وجد رجل يجامع زوجته في نهار رمضان وأخفى نفسه مثلا، هل يجوز أن نسكت عنه؟ لا، نؤدبه ونأخذ على يده نمنعه من ذلك، لكن إذا كان جاءنا تائبا فإنا لا نؤدبه ولا نقول له شيئا، وإنما نقول له: أحسنت في رجوعك إلى الله وتوبتك إليه. ثالث عشر: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الوفادة عليه، فقد جاء هذا الرجل خائفا يشكو الهلاك فراح منه فرحا مغتبطا معه ويطعمه أهله. الرابع عشر: الكفارة هي فدية تلزم المجامع في نهار رمضان من غير عذر، عقوبة له وزجرا له ولغيره وتكفيرا لجرمه واستدراكا لما فرط منه، فهي بمنزلة الحدود المطهرة، والجماع مفسد للصوم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. خامس عشر: الجماع الموجب للكفارة هو علاج الذكر في الفرج قبلا كان أو دبرا، ولو لم يحصل مع العلاج إنزال، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه الإثم ولكنه لا يوجب الكفارة. هو أن رجلا باشر زوجته بدون علاج، خمها إلى نفسه فأنزل بدون علاج، هل يلزمه كفارة؟ لا، ما يلزمه كفارة، وإنما يلزمه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم. نعم.
السادسة عشر المرأة الموطوعة إذا كانت ذاكرة مطاوعة فعليها ما على الرجل الواطئ من الكفارة والقضاء والإثم، لأن الأصل تساويهما في الأحكام، وإن لم تكن مطاوعة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها، لحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان ومستكره عليه. يقول رحمه الله: المرأة إذا كانت مطاوعة جاءت إلى زوجها متجملة متحسنة تريد منه الجماع، فجامعها في نهار رمضان، فعليها مثله، عليها مثل الرجل، عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع صامت شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعمت 60 مسكينا. أما إذا كان استدناها غصبا عليها وغصبها وأرغمها على أن يجامعها، فإنه ليس عليها شيء، لأنها مكرهة، والمكره يقول الله جل وعلا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني الشيء الذي يغصبون عليه ما يؤاخذ به الله عبده. نعم. السابع عشر المشهور من مذهب أحمد أنه إذا طلع الفجر على المجامع فنزع في الحال فعليه القضاء والكفارة، لأن النزع جماع على المذهب، ومذهب الأئمة الثلاثة أن النزع ليس بجماع، فلو طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال فلا قضاء ولا كفارة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. النزع الجذب الذكر من فرج المرأة، هذا هو النزع. لو مثلا طلع عليه الفجر شوف الفجر ونزع على طول، فعند الأئمة الثلاثة ليس عليه شيء، لأنه لما طلع الفجر نزع. عند الإمام أحمد رحمه الله يقول: النزع جماع، النزع جذب الذكر من فرج المرأة جماع، يلزمه الكفارة ما دام أنه طلع عليه الفجر ونزع بعد طلوع الفجر. نعم. الثامن عشر يجوز للإنسان أن يشكو حاله إلى من يقدر على مساعدته على بلواه إذا لم يكن على سبيل التسخط. يجوز للرجل أن يشكو حاله إلى من يساعده، إلى الأمير وإلى من يساعده في فقره، ويجوز أن يذكر حالته للدكتور مثلا إذا كان مريض، يقول: أنا تعبان، وأنا كذا، وأنا ما نمت البارح، وأنا كذا وأنا كذا. هذا ليس من الشكوى للمخلوق، وإنما هذا من الإخبار، ولا يجوز الشكوى لمخلوق، وإنما الشكوى إلى الله تبارك وتعالى وحده فقط. لكن إذا كان الإخبار سبيل الإخبار فلا بأس أن يخبر من يساعده. نعم. ويجوز للإنسان أن يخبر عما لا يحيط به علما إذا غلب على ظنه ذلك، فقوله: ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، هو إخبار على حسب ظنه، وإلا فاليقين لا يوصل إليه إلا بالبحث عن أهل المدينة بيتا بيتا. وكيف الرجل حلف: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، هل عرف ذلك؟ قالوا: لا، ما يعرف هذا، لكن هذا بناء على غلبة ظنه، أنه يغلب على ظنه أنه فقير وأنه ما في أفقر منه. نعم. خلاف العلماء، أجمع العلماء على وجوب الكفارة على من جامع عامدا ذاكرا في نهار رمضان، واختلفوا في الناس والمكره. ذهب الإمام أبو حنيفة: الناس من نسي صيامه، والمكره من أكره على الجماع وهو صائم ذاكر لصيامه. نعم. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن عليه القضاء دون الكفارة، وذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى أن من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو رواية للإمام أحمد، اختارها جملة من أصحابه منهم الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد الذي مشى عليه أصحابه وأهل الظاهر، فهو وجوب الكفارة ووجوب الفطر في الجماع من العامد والناس والجاهل والمكره، لأن الجماع أعظم المفطرات لما فيه من الشهوة واللذة.
المنافية للمقصود من الصوم والإقبال على الله تعالى، فقد قال تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. الصائم مطلوب منه أن يدع شهوته، لأنه إذا استمتع بزوجته ما وبدأ ترك شهوته، فيلزمه أن يتركها، فإن وطئها عالما جاء عالما ذاكرا وجب عليه الكفارة. والخلاف بين العلماء في الجاهل والناس والمكره. نعم. ولأنه لا يتصور وقوع النسيان والإكراه في الجماع، فإن شهوته إذا تحركت ذهب معنى الإكراه وصار مختارا. أما الذين يرون عدم الإفطار والكفارة من جماع الناس والمكره فيستدلون بأدلة منها، قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أدلة عامة وليست خاصة في هذا الموضوع، عامة في نفي الإكراه ونفي المؤاخذة بعدم التعمد. وقال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثالثا، الحديث الوارد في الجماع في حق العامل لا ولا يتناول الناس، وهو العمدة في هذه المسألة. رابعا، بالإجماع لا يلحق إثم ولا عقاب دنيوي ولا أخروي على الواطئ ناسيا، فكذلك الكفارة. خامسا، الناس والمكره ليس لهما فعل، ولا يصح نسبة الفعل إليهما، لأن الفعل المنسوب للفاعل هو ما كان يقصده، وهنا لا يوجد قصد ولا إرادة. سادسا، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن المجامعة. عبد الرحمن السعدي رحمه الله صاحب التفسير والعالم الجليل رحمه الله، ولا شيخ للشيخ عبد الرحمن عبد الله البسام رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي شيخ للشيخ المؤلف عبد الله بن البسام رحمة الله عليهما، وكلاهما خيار من خيار الأئمة رحمة الله عليهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن المجامع ناسيا أو مكرها لا فطر عليه ولا كفارة، لأن الله عفى عن الناس والمخطئ. سابعا، أما المرأة فإن طاوعت على الوطء فعند الأئمة الثلاث عليها كفارة، وعند الشافعي لا كفارة عليها. وقول الجمهور هو الصحيح، فقد جاء في بعض روايات الحديث: هلكت وأهلكت. قال المجد في المنتقى: ظاهر هذا أنها كانت مكرهة. اختلف العلماء هل تسقط الكفارة بالإعصار والعجز والعجز عنها على قولين. ذهب الإمام أحمد إلى أنها تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كانت كفارة عنه لما حلت له ولا لأهله. وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعصار، لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الواضع عن إنزال درجات الكفارة وهي الإطعام قال: لا أجد. سكت ولم يبرئ ذمته منها، والأصل أنها باقية، وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون التي لا تسقط بالإعسار. أما الترخيص له بإطعام الكفارة لأهله، فإن من وجب عليه كفارة إذا كفر عن غيره جاز أن يأكل منها وأن يطعمها أهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل دعاء ختم القرآن من السنة؟ جاء في الحديث عند دعوة القرآن، عند ختم القرآن دعوة مستجابة، فالمسلم يتحرى يدعو الله جل وعلا بما أحب من خير الدنيا والآخرة. يقول السائل: توفي والدي منذ 9 أشهر رحمه الله، ونحن لحد الآن لم نقسم الميراث، وتركنا الأمور تسير وكأنه حي، هل في ذلك حرج؟
إذا كان الورثة كلهم بالغون وأجازوا ذلك فيجوز، أما إذا كان الورثة فيهم قصر فيجب أن يعزل حق القصر وحده لئلا يطغى عليه حق الكبار، لأن نفقة الكبير أكثر من نفقة الصغير، وهو في الميراث مع الفقير والصغير والكبير كلهم سواء في الميراث سواء، فيعطى الفقير الصغير حقه كاملا. يعني إذا كان الورثة فيهم صغار فيجب أن يعطى الصغير حقه، أما إذا كان الورثة كلهم بالغون، ومعنى كبار أو صغار، صغار دون البلوغ وكبار على قدر بلغوا الرشد، بلغوا سن الرشد، فيجوز لهم أن يجمعوا حلالهم ويأكلوا منه سواء. يقول السائل: قال لي أحد الأشخاص في تفسير الجلالين أنه يحرق لأن فيه مخالفات، هل هذا صحيح؟ لا يا أخي، ما يجوز أن يحرق هذا، وإن كان فيه مخالفات فهي مخالفات سهلة وميسورة وتدرك، ولا يجوز أن يترك العلم لأجل ما فيه من المخالفة، لأن الإنسان ليس معصوم، قد يخطئ في تفسير الآية وغير ذلك، فلا يجوز لنا أن نتحجم على علماء التفسير ولا على غيرهم إذا حصل من المرء خطأ. يقول السائل: صمت 15 يوما في بلدي، ثم صمت 15 يوما في المدينة ومكة، وأمرت أهلي في بلدي أن يخرجوا زكاة الفطر عني، فهل هذا الفعل صحيح؟ صدقة الفطر يجوز لك أن تخرجها في مكة عنك وعن أهلك الذين هم في بلادك، ويجوز أن تخرجها في بلادك أنت وأهلك يخرجونها يهلك، ويجوز أن تخرج صدقة فطرك أنت في مكة وأهلك تخرج صدقة فطرهم في بلدهم، فصدقة الفطر أمرها موسع والحمد لله، يجوز إن أخرجتها في مكة عنك وعن أهلك، ويجوز أن يخرجها أهلك عنك وعنهم في بلدهم، يجوز هذا كله والحمد لله. يقول السائل: أين الصف الأول؟ هل هو أمام الكعبة أم وراء الإمام؟ وهل الحرم المكي كله الصف الأول؟ قولان للعلماء رحمهم الله: القول الأول أن الصف الأول هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، الصف الأول ما كان خلف الإمام على ما استدار منه. القول الثاني أن الصف الأول هو الأقرب للكعبة، فالمسألة فيها قولان للعلماء رحمهم الله. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الأول أن الصف الأول هو ما استدار حول الإمام. يقول السائل: ما هو حكم من جامع زوجته 3 مرات في نهار رمضان ويدعي الجهل؟ إذا كانت في يوم واحد فعليه كفارة واحدة على الصحيح، وإذا كانت في 3 أيام فعليه 3 كفارات مع التوبة والاستغفار. يقول السائل: رجل نام في الشمس وجعل نصف جسمه في الشمس والنصف الآخر في الظل، هل يجوز ذلك؟ ورد النهي عن النوم بين الظل والشمس، فلا ينبغي إلا أن ينام في الشمس كاملا أو في الظل كاملا، هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا وذكرنا، إنك على كل شيء قدير، وإنك رؤوف رحيم بعبادك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.